السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضيف مصر الكريم. His Excellency the President of Egypt, عبد الفتاح السيسي and Egypt's honorable guests. Under the auspices of His Excellency, President عبد الفتاح السيسي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وضيفه الكريم. السيدات والسادة الحضور الكريم. كل فكرة كبيرة أو وثبة للأمام، كل تحليق في الفضاء بدأ حلما، وكل حلم لا يصبح واقعا لا يعول عليه. هذه الجملة سمعتها من أحد الشباب المنظمين للمنتدى، واستأذنته في استخدامها مقدمة لي اليوم. ربما تبرز هذه الجملة الجزء الغاطس من سفينة منتدى شباب العالم، والذي ربما هو القائم على فكرة نبتت زهرتها في وجدان شباب مصر وتحولت إلى حلم راق يتحقق. سيادة رئيس الحضور الكريم، إن العزيمة لتحقيق الحلم هي عنوان هذا المنتدى، وحلم الشباب هو حلم خير وسلام. وشهدت الأيام الثلاث الماضية حالة زخم من الحوار وتبادل الرؤى ومحاولات حثيثة للبحث عن مساحات مشتركة لينتج عنها العديد من التوصيات والأطروحات والمبادرات، وتكاملت الرؤى بين الثقافات والأعراق المختلفة حول محاور السلام وحول محاور الإبداع والتنمية. وقبل أن نستعرض سوياً نتائج وتوصيات هذا المنتدى، نقدم عرضاً عن الإعداد والتجهيز لمنتدى شباب العالم تقدمه السيدة آية عطية المنسق العام المساعد. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ضيف مصر الكريم، السيدات والسادة الحضور الكريم، اسمحوا لي نتكلم بالعامية المصرية لأن اللحظة بالنسبة لي أكبر من نصيغ لها أي دباجات. أنا هتكلم بطبيعتي عشان عايزة الكلام يوصل زي ما أنا حاساه بالظبط. وأنا واقفة قدامكم في طيارات أفكار ومشاعر كلها عكس بعض، في كذا آية بيكلموكم دلوقتي. في آية اللي فرحانة إن المنتدى بيخلص، وفي آية اللي زعلانة إن المنتدى برضو بيخلص. يمكن ده اللي اللحظات الكبيرة بتعمله فينا، يمكن يكون حماس الشباب اللي بتغلب عليه العاطفة وبيبذل مجهود مضاعف عشان يغلب عقله. أكيد كلكم مريتوا بلحظات مشابهة. لو هتكلم عن منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، ولو أقرينا بنجاحه بالرغم من إن دايما فيه ملاحظات ومساحة للتحسن، فاسمحوا لي أن أقول أن النجاح عمره ما كان حاجة سهلة المنال. الحاجة دي كلها عارفينها، لكن اللي اتعلمته في تجربة المنتدى السنة دي أن بجد محدش بينجح لوحده مهما كان شاطر ومجتهد، وده السحر الحقيقي النجاح. ويمكن عشان كلنا بنحتفل بيه، أي نجاح بيتطلب لمة واحتفالية، لأن كل شخص في دائرتك سواء كان دي دخل مباشر أو غير مباشر هو جزء من نجاحك. لو بدعوة طمنتك أو بنصيحة وعملت بيها، ابتسامة في وشك في وقت أنت كنت فيه في أمس الحاجة للتعاطف، كل دول شركاء نجاحك.
كل دول جزء من فريقك. ولو أنا واقفة قدامكم النهاردة ده مش عشان أنا بحب أقول خطب، العكس هو الصحيح، لكن أنا بمثل فريق كبير قوي ساهم في النجاح اللي اتحقق، والفريق ده مش هيكتمل نجاحه من غير ما يحتفل بيه معاكم، لأن أنتوا جزء أساسي من النجاح ده، كلكم جزء من الفريق ده. الحدث اللي احنا فيه النهاردة حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الثانية مش حدث مستقل بذاته، دي سلسلة من الأحداث. يمكن بدايتها هي كانت مبادرة سيادة الرئيس بإعلان عام 2016 عام الشباب المصري. المبادرة دي نتج عنها حاجتين مهمين قوي: انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وانطلاق المؤتمرات الوطنية للشباب. المؤتمرات الوطنية هي اللي نتج عنها فكرة منتدى شباب العالم، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة هو اللي طلع منه فريق تنظيم المنتدى ده، اللي مسؤول عن كل صغير حاجة، كل حاجة كبيرة وصغيرة في المنتدى ده اللي بنحتفل بيه وبنجاحه دلوقتي. رحلة طويلة ومش سهلة فعلاً، بتختبر معدنك، لأنه غير السهر والتعب وساعات الشغل الطويلة مفيش نجاح بيجي بسلاسة، لازم هتقابل عقبات، خططك هتبوظ، وفي لحظة ممكن تكون فاكر إنك مسيطر على كل حاجة وتكتشف إنك مضطر تبدأ من جديد. الضغوط دي بتخليك تواجه نفسك، تدور جواها على قوة تستمدها عشان تكمل، بتدور على أي حاجة تلهمك وتشحن طاقتك. ساعات بتيجي في شكل حكمة من الكبار، وساعات بتيجي في شكل جملة اتقالت من أصغر عضو في الفريق. دي اللحظة اللي بتدرك فيها أهمية كل فرد بيشتغل معاك، اللحظة اللي بتفتكر فيها أنت إزاي بدأت وكنت إزاي عايز تحقق حاجة وصلت لها، اللحظة اللي بتفتكر فيها أنت ليه بتعمل اللي بتعمله، وبتفهم كمان أنك مهما فرحت بنفسك ومسؤوليات الجديدة عمرك ما هتعرف تنجح لوحدك. اللي عايز أقوله أنها حلقات متصلة، أجيال بتعد أجيال، بتفكر إزاي تجهزهم وتمكنهم، ولما تلاقيهم جاهزين بتسلمهم المسؤولية. أول امبارح كانوا بيعلمونا، امبارح بيشغلونا ويتابعوا معنا ويصححوا كمان أخطأنا، والنهاردة قاعدين وسط حضراتكم فرحانين بينا وبيسقفونا. من أحلى اللحظات في الحياة وأصعبها لما مديرك اللي علمك كل حاجة وبترجع له في كل كبيرة وصغيرة وبيجي في مرحلة ويقول لك ماليش دعوة اتصرف قرارك، بتتخض، وواحدة واحدة بتفهم إنه بيقول لك إن وقتك جه. ومنتدى شباب العالم اتعمل عشان يقول لكل شباب العالم إن وقتكم جه. سيادة الرئيس لما قرر يرعى المنتدى ويرسل الدعاوي باسمه كان بيقول لكل قادة العالم إن وقت الشباب جه. والسنة دي في النسخة الثانية لما تقرر إن إدارة المنتدى تكون كلها من الشباب كان تأكيد على الرسالة دي: وقتكم جه يا شباب، التجربة دي بتاعتنا يا شباب، وإن شاء الله هتستمر وتنجح وتكبر. طول ما حلقة الوصل موجودة طول ما الخبرة بتتنقل وبتتطور، تجربتنا هتكبر من جواها. وزي ما النهاردة بنقول إن جاي وقتنا، هيجي يوم ونقول فيه الأجيال بعدنا اتصرفوا قراركم، شيلوا المسؤولية، دلوقتي وقتكم. وفي الآخر اسمحوا لي بالنيابة عن 100 شاب وشابة هي قوام اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم إني أقدم لكم فيلم بيوثق رحلتنا، رحلة منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، واستأذنكم السادة غير المصريين يقدروا يتابعوه من خلال سماعات الترجمة. شكراً. السنة الثانية مصر جذبت أنظار الدنيا لمتابعة أكبر تجمع عالمي للشباب. 5000 شاب وفتاة من 163 جنسية رفعوا أعلامهم ومثلوا بلادهم وشاركوا في فعاليات الدورة الثانية بدعم ورعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
من هنا، من أرض السلام والمحبة والتاريخ، من شرم الشيخ، أعلن افتتاح منتدى شباب العالم 2018. منتدى شباب العالم مش فكرة وليدة اللحظة، ده نتاج فكر ورغبة حقيقية من القيادة السياسية في مصر لتفعيل دور الشباب وإعدادهم للمستقبل، واللي اترجم على أرض الواقع لمبادرة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. قررت أن يكون العام 2016 عاماً للشباب المصري. وبالتوازي أطلق البرنامج الرئاسي لإعداد القادة، ووجه بتأسيس الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، ولتوسيع قاعدة التواصل انطلقت المؤتمرات الوطنية للشباب في كل أنحاء مصر، وحرص سيادة الرئيس على حضورها كلها بنفسه، وفتح قناة للتواصل بينه وبين الشباب المصري وبين الشباب وكل المسؤولين في أجهزة الدولة. التجربة نجحت واستمرت، وباستمرارها نضجت لحد ما شباب مصر نفسهم طلبوا بتطبيقها على نطاق أوسع، واقترحوا استضافة منتدى عالمي على أرض مصر يشارك فيه الشباب من كل أنحاء العالم. وتحمس سيادة الرئيس للفكرة وتبناها وقرر رعايتها، وأمر بتخصيص كل الإمكانيات اللازمة لإنجاحها. وفي خلال شهور انطلقت الدعاوى من مصر باسم شبابها وتحت رعاية رئيسها موجهة لشباب العالم وقادته، وانعقد منتدى شباب العالم الأول في نوفمبر 2017 في مدينة السلام العالمية شرم الشيخ، واللي أبهر العالم من أول جلسته الافتتاحية. وحلقات النقاش وورش العمل وجلسات المحاكاة اللي شهدتها فعالياته، وفيه شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد كبير من شباب العالم في ماراثون السلام، ووجه من خلاله رسالة باسم مصر لكل شعوب الأرض. اذكروا مصر، مصر السلام، مصر الاستقرار، مصر البناء، مصر المحبة، مصر التسامح. وخرج المنتدى في جلسته الختامية بعدة توصيات، منها انعقاد منتدى شباب العالم بشكل دوري في نوفمبر من كل عام في شرم الشيخ. المنتدى في دورته الثانية بنى على نجاح السنة اللي فاتت، وكبر وتوسع في جميع النواحي، سواء في عدد شباب الحضور اللي اتضاعف تقريبا، أو في عدد القاعات، أو في الهوية اللي اتبنت السنة دي على فكرة الأعمدة السبعة للشخصية المصرية. ولكن يفضل أهم تطور طرأ على منتدى شباب العالم في دورته الثانية هو التطور في المحتوى، سواء في النوعية أو التنوع. منتدى شباب العالم شهد أكثر من 40 جلسة، كل موضوع طرح للنقاش مر بثلاث مراحل، بداية بورشة العمل، ثم الدائرة المستديرة لضمان جدية النقاش وسماع جميع الأفكار المطروحة ومناقشتها وطرحها في جلسات نقاشية لسماع رأي الخبراء، علشان في الآخر نطلع بتوصيات قبل للتطبيق. مش هستنى حتى لأن احنا نضع التوصيات في أثناء تواجدنا في الاتحاد الأفريقي، احنا هنخليها أحد توصيات المؤتمر الخاصة بتوفير التمويل والأموال اللازمة للمرأة لكي تعمل. وبكده يبقى منتدى شباب العالم على سقف طموحه من تبادل الحوار والثقافات وتقريب وجهات النظر، وبدأ في سعي جاد لمحاولة إحداث فارق حقيقي على أرض الواقع. أما موضوعات النقاش نفسها فتم اختيارها بدقة، بحيث تتواءم مع الجنسيات والثقافات المتنوعة. وشهدت الجلسات مشاركة 345 متحدث ومشارك في ورش العمل من 82 جنسية مختلفة، وكانت أول ورشة عمل انعقدت ضمن فعاليات المنتدى يوم 1 نوفمبر بعنوان أفريقيا التي نريدها، وتبعتها في نفس اليوم ورشة عمل تانية بعنوان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل، وتم استكمال الورشتين في اليوم التالي. 4 نوفمبر كان يوم حافل وشهد جلسات نقاش كتير، دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام، وأجندة 2063 أفريقيا التي نريدها، وما بعد الحروب والنزاعات، آليات بناء المجتمعات والدول، وثلاث جلسات نقاش في مجال التكنولوجيا الرقمية، وجلسات في مجال التنمية وريادة الأعمال، ورشة عمل عن دور الشركات الناشئة في النمو الاقتصادي العالمي، وجلسة عن الشراكة الاستراتيجية والتعاون الأورو متوسطي، بجانب جلسة عن الأمن المائي في ظل التغير المناخي. وشاهد اليوم افتتاح محاكاة القمة العربية الأفريقية،
واللي عرض فيها فيلم عن الزعماء نيلسون مانديلا والشيخ زايد بن سلطان والرئيس محمد أنور السادات. واستكمل المنتدى جلساته في اليوم التالي، وتنوعت موضوعات النقاش بين قضايا الطاقة والتكامل الاقتصادي والمساعدات الإنسانية كمسؤولية دولية، بجانب جلسة فنية حول دور الفن والسينما في تشكيل المجتمعات. ومن أهم الجلسات الحوارية اللي شهدها المنتدى وبتناقش قضية معاصرة بيناقشها العالم كله حالياً، هي جلسة تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل. ومن أكتر المناطق اللي لاقت إقبال في المنتدى منطقة الفريدوم، اللي أطلق فيها الشباب طاقاته الإبداعية وتعرف على الثقافة المصرية بطرق ترفيهية مبتكرة، وضمت محطات للرسم والعزف وأنشطة مختلفة لتحفيز طاقة الإبداع. منتدى شباب العالم في دورته الثانية شهد افتتاح النسخة الأولى من مسرح شباب العالم، واللي حرص سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على افتتاحه بنفسه وحضور عروض اليوم الأول منه، واللي شهدت فقرات فنية متميزة قدمها فنانين شباب من مصر وجنسيات مختلفة. وانبهر الحضور بالرسام البريطاني ديف شار، اللي رسم في دقائق معدودة على إيقاع المزيكا بورتريه كامل لمحمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، وفنان الماريونيت المصري حازم عصمت، وتأثروا بعرض التاب دانس من إيفان روجيرو صاحب الساق الوحدة، واللي تحدى إعاقته وأبهر العالم بعروضه. قال لي لو سمحت الأخ من سوريا. مسرح شباب العالم شهد على مدار 3 أيام عروض كتير لفنانين شباب من كل أنحاء العالم. شاهد مسرحية للمخرج المصري الشهير خالد جلال، اللي كون فرقة مسرحية من فنانين شباب من دول مختلفة، وقدموا عرض مسرحي رائع بعنوان الزائر. بعد حضور حفل الافتتاح الرسمي اصطحب سيادته قادة الوفود وعدد من الشخصيات العامة والشباب، وتوجه لافتتاح النصب التذكاري لإحياء الإنسانية Reviving Humanity Memorial. أعلن بوضوح عن كامل انحيازي لشباب بلادي بصفة خاصة. ٧٨ نحات من 70 جنسية مختلفة، بالإضافة لـ2 نحاتين مصريين جم لشرم الشيخ، وكل واحد منهم نحت شكل قلب بطريقته بخامات مختلفة وأشكال مختلفة، وتم وضعها على أعمدة رخامية في قلب الجبل لتخليد ذكرى شهداء الإنسانية ضحايا الحروب والصراعات والتطرف في مصر وفي كل بلاد الدنيا. ومفيش مكان نبدأ منه أحسن من مصر، مصر اللي بدأت منها الحضارة واللي عدت عليها وازدهرت على أرضها كل حضارات الأرض. مصر هي نقطة البداية، وهي اللي فتح أبوابها لكل الناس علشان نبدأ من جديد. ومنتدى شباب العالم هو بداية الطريق، هو أكبر تجمع لشباب العالم، هو حلقة الوصل بين الثقافات والحضارات، هو الرؤية اللي بنبنيها للمستقبل بالحوار والنقاش وجلسات العمل، بالفنون والإبداع والابتكار، بالتثقيف وتوسيع المدارك. منتدى شباب العالم هو هدية شباب مصر لكل العالم، وهدية شباب العالم لكل الإنسانية. World Youth Forum under the auspices of His Excellency President عبد الفتاح السيسي. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الكريم، السيدات والسادة الحضور الكريم، إننا جميعا نتقدم بالامتنان والتقدير للجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم التي استطاعت أن تخطط وتنفذ المنتدى باحترافية شديدة
ودقة في التنظيم وتنوع في المحتوى وثراء في موضوعات المناقشة. والآن مع كلمة الدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب. بسم الله، بسم المحبة، بسم السلام. السلام عليكم، السلام لكم وبكم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور الكريم، شباب مصر وشباب العالم أجمع، أقف الآن بينكم يملأني الفخر والأمل بشباب العالم وبشباب مصر الذين أثبتوا أن الشباب هم دائماً الأمل وهم دائماً الحلم. أمل لعالم لا يدرك أن اختلاف الشعوب والحضارات إنما هو تميز وتفرد البشرية منذ الخلق، وحلم لأوطان وشعوب تبحث عن مستقبلها وهويتها. شباب العالم، أنتم الضامن الأوحد لتجدد الأفكار والرؤى، وبدونكم لن ينبت قلب هذا العالم حباً وأمل. هنا على أرض سيناء، أرض الفيروز، ومن قلب مدينة السلام انطلق منتدى شباب العالم من شرم الشيخ في نسخته الثانية. على مدار 6 أيام اجتمعنا هنا باختلاف عقائدنا ومعتقداتنا وهوياتنا وأفكارنا، اجتمعنا في رسالة سلام وتنمية وإبداع. أتى كل منا هنا باحثاً عن ضالة، عن شيء، عن أمل، عن إلهام. أتى لطرح رؤية أو مناقشة فكرة أو بحثاً عن إبداع. أتت مواهب حبيسة من جميع ربوع العالم ساعية أن تجد ضالتها هنا في أرض هذا الوطن. وكأن مصر تستكمل رسالتها الوجودية كوطن يتلاقى دائماً على أرضه الحضارات، وها هو منتدى شباب العالم في نسخته الثانية يستكمل هذه الرسالة. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدات والسادة الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أستعرض معكم سريعاً بعض الأرقام والإحصائيات حول المنتدى وأهم ما جاء في فعالياته وما خرج به من توصيات واقتراحات ومبادرات طرحها شباب العالم. ضمت محاور المنتدى 3: التنمية والسلام والإبداع، 32 جلسة وورشة عمل على مدار أكثر من 70 ساعة ومشاركة 141 متحدث من جميع أنحاء العالم. وقد ناقشت تلك المحاور أهم الموضوعات المطروحة عالمياً، وأتاحت مساحات حوارية تفاعلية بين شباب العالم بصورة كبيرة. فعلى محور السلام، تم مناقشة العديد من الموضوعات، من أهمها دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام، وآليات بناء المجتمعات والدول في فترة ما بعد الحروب والنزاعات، والمسؤولية الدولية نحو المساعدات الإنسانية، ودور القوى الناعمة في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب، والتعاون الأورو متوسطي، بالإضافة إلى الأمن المائي في أعقاب التغيير المناخي. وقد خرجت جلسات محور السلام بمجموعة من التوصيات، منها تنظيم منتدى شباب الأورو متوسطي على أن يعقد كل عام وتستضيفه كل دولة على أرضها بالتوالي، أن تدعو مصر لعقد منتدى اقتصادي أورو متوسطي حيث تتجمع دول الشراكة بشكل دوري لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بدولها، ويكون فرصة للتعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات، تدشين نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط. أما عن محور التنمية فقد ناقش أجندة أفريقيا 2063 وكيفية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومستقبل الطاقة في العالم، وكيفية بناء وتأهيل الشباب ليصبحوا قادة المستقبل. وكانت أبرز التوصيات في هذا المحور هي تنظيم منتدى لرواد الأعمال من الشباب الإفريقي كجزء من فعاليات منتدى شباب العالم، إطلاق مبادرة إفريقيا واحدة، وهي مبادرة تسعى لخلق منصة تحقق التكامل بين الدول المستوردة والمصدرة للمواد الخام والدول المصنعة داخل قارة أفريقيا، زيادة دور العمل التطوعي بين الدول الأفريقية، إعداد برامج تدريبية بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمصر خاصة بتوجيه الشباب للعمل التطوعي في شتى المجالات محلياً وإقليمياً ودولياً. أما عن محور الإبداع فقد ناقش فرص العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور رواد الأعمال والشركات الناشئة في النمو الاقتصادي العالمي،
ودور الفن والسينما في تشكيل وجدان المجتمعات وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على مستخدميها، وكيف يفرض العالم الرقمي سيطرته كمجتمع موازي على عالمنا الواقعي. أما التوصيات التي خرج بها ذلك المحور فكانت تكوين لجنة بحثية تناقش تأثير مواقع التواصل الاجتماعي من كافة الجوانب، وتضع استراتيجية للتعامل معها لتعظم من خلالها نقاط القوة والاستفادة وتقلل الأضرار الناتجة عنها. ضرورة دمج برامج الحماية من الإنترنت ضمن البرامج الدراسية في المدارس والجامعات لحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني، إنشاء المجلس القومي وريادة الأعمال، قيام الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بإعداد وتصميم منهج متكامل لتدريب وتأهيل مدربين في مجالات الإبداع وريادة الأعمال من مختلف الدول بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال بين شباب العالم. كما ضم المنتدى نموذج محاكاة للقمة العربية الأفريقية، والذي وصل عدد المشاركين فيه إلى 230 مشارك من الدول العربية والأفريقية والأجنبية، وذلك تنفيذا لتوصيات نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي المنعقد في القاهرة في مايو 2018، والذي يأتي تزامنا مع إعلان مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019. وتم خلال نموذج المحاكاة بحث أفاق التعاون والتكامل بين الدول العربية والأفريقية برؤى شبابية. وكانت توصيات نموذج المحاكاة القمة الأفريقية المنعقد في نوفمبر 2018 ضمن فعاليات منتدى شباب العالم كالتالي: إنشاء صندوق عربي أفريقي لدعم بناء السلام في الدول في فترة ما بعد الصراعات بالمنطقتين العربية والأفريقية في مجالات إعادة الإعمار والتنمية، وضع آلية عربية أفريقية مشتركة لمواجهة الإرهاب، إنشاء صندوق تمويلي عربي أفريقي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية وكافة المؤسسات والصناديق العربية وبنك التنمية الأفريقي بهدف تقديم حوافز مادية لتنمية قطاع ريادة الأعمال في العالمين العربي والأفريقي. دعوة مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتشكيل فريق عمل مشترك لوضع أجندة بالمشروعات العربية الأفريقية المشتركة في كافة المجالات، إنشاء جائزة للمبدعين والمبتكرين الأفارقة والعرب تحت عنوان جائزة زويل تولر للتميز العلمي نسبة للعالم المصري أحمد زويل والحاصل على نوبل في الكيمياء، والعالم الجنوب أفريقي ماكس تولر الحاصل على جائزة نوبل في الطب، لتعزيز التعاون العربي الأفريقي في مجالات البحث العلمي مع اشتراط أن يكون البحث الفائز بالجائزة مقدم من فريق علمي عربي أفريقي مشترك. كما تم على هامش نموذج المحاكاة تكريم الرئيس الراحل أنور السادات والزعيم نيلسون مانديلا والشيخ زايد آل نهيان لما كان لهم من دور بارز وفاعل في القضايا العربية والأفريقية. وعلى جانب آخر، فقد دم منتدى شباب العالم في نسخته الثانية مجموعة من الفعاليات التي أقيمت على هامش المنتدى، فجاء مسرح شباب العالم ليكون منصة تتلاقى عليها مختلف المواهب، فقد تم اختيار 32 موهبة من حول العالم لتقديم عروض فنية مختلفة ومبدعة على مسرح شباب العالم. وضمت العروض أيضاً مسرحية الزائر للمبدع المصري المخرج خالد جلال، حيث تدور فكرتها حول مدى تأثير التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار استخدام الهواتف الذكية في حياتنا، وشارك في التمثيل من الفرقة 14 جنسية مختلفة. ونتيجة لما أبداه حضور منتدى من تفاعل كبير مع جميع الفقرات الفنية التي قدمت على مسرح شباب العالم، قررت إدارة المنتدى استمرار عمل مسرح شباب العالم على مدار العام لاحتضان وتأهيل شباب الفنانين في المسرح والسينما المصرية المتميزة، وإقامة مهرجان ثقافي سنوي تحت رعاية الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب يشارك فيها شباب موهوبين من مختلف بلاد العالم لتبادل الثقافات والفنون المختلفة. كما جاءت فكرة إقامة نصب تذكاري لإحياء الإنسانية بفكرة فنانة مصرية شابة يحمل رسالة للعالم كله، رسالة سلام تؤكد على دور مصر الرائد في نشر السلام والمحبة. وقد شارك في هذا العمل 78 نحات من 78 دولة مختلفة عملوا لأكثر من 41 ألف ساعة عمل متواصلة. كما ضمت
نتيجة لهذا الحجم الكبير من الجهد والتنظيم، فقد كان هناك تفاعل كبير من الشباب من حول العالم مع فعاليات المنتدى، حيث تفاعل أكثر من 3 مليون شاب على الصفحة الخاصة بالمنتدى على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تابع البث الحي الخاص بالمؤتمر على صفحات التواصل الاجتماعي ما يزيد عن 5 مليون شخص من 148 دولة. فخامة الرئيس، السيدات والسادة، الحضور الكريم، إن نجاح منتدى شباب العالم خلق حالة من الحوار وتبادل الرؤى والأطروحات بين شباب العالم، وهو دليل دامغ لأطراف المعادلات الدولية بأن ما يتم تصديره للعالم من قضايا ونزاعات غير قابلة للحل السلمي هو قطعاً غير صحيح. فشباب العالم أثبتوا أن لديهم رؤى مختلفة عن قادتهم، رؤى قائمة على أساس الحوار والسلام والحب، رؤى تبني ولا تهدم، وتتكامل ولا تتعارض. لذا باسم منتدى شباب العالم ندعو العالم أجمع أن يستمعوا لأصوات الشباب، وأن تصبح ثقافة الحوار مع الشباب هي الثقافة السائدة، وندعو شباب العالم وقادته ليشاركونا في طريقنا للسلام وللتنمية وللإبداع، وأن ينضموا إلينا في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بإذن الله في نوفمبر 2019. شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. World Youth Forum under the auspices of His Excellency President عبد الفتاح السيسي. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخامة الرئيس البشير، كل الفخر والاعتزاز لمن تمسك بحلمه، كل الفخر والاعتزاز لمن خطط ووعد ونفذ، كل الفخر والاعتزاز لشباب مصر. أعلن لحضراتكم إنهاء جلسة التوصيات، واستأذن حضراتكم في استراحة قصيرة لنبدأ بعدها الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية، وأرجو من الحضور الكريم البقاء داخل القاعة. أشكركم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وضيفه الكريم فخامة الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، السيدات والسادة الحضور الكريم، لنعش بسلام حتى نموت بسلام، فالصعوبة ليست في الموت بل في الحياة. تجمعنا على أرض السلام بحثاً عن مساحات مشتركة لتكون منطلقاً لآمالنا ولأحلامنا نحن الشباب، وبجهود مخلصة حثيثة من شباب مصر الرائع نجحنا على مدار أيام وفعاليات المنتدى أن نصنع تجربة عالمية فريدة بنكهة مصرية حضارية. تحاورنا وتناقشنا، والأهم أننا تكاملنا، ثم اكتشفنا أن اختلافاتنا والفروقات الفردية بيننا هي قوة وليس الضعف، والتكامل هو السبيل وليس الصدام. شباب من 160 دولة من مختلف دول العالم أتوا إلى أرض مصر بحثاً عن السلام والتنمية والإبداع من أجل مستقبل أكثر إنسانية. لقد كان حوارنا قيمة إنسانية، ونكاد نقسم بأننا لن نفرط أبداً في مكتسبات هذا الحوار أبداً. وبالتأكيد فإن الحوار تضمن استماعاً لتجارب الآخرين، ولم يكن الاستماع مجرد إنصات، بل كان استيعاباً لدروس تعلموها في تجرباتهم فتعلمناها منهم. إليكم الآن 5 نماذج شبابية مضيئة من مختلف دول العالم لسرد تجاربهم. World Youth Forum under the auspices of His Excellency President عبد الفتاح السيسي.
Your Excellency, President عبد الفتاح السيسي. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الكريم. معالي الوزراء، أعضاء البرلمان، الشباب، زملائي من المشاركين في منتدى الشباب العالم. في البداية أود أن أهنئك فخامة الرئيس وشباب مصر على هذه المبادرة الرائعة التي وصلت إلى الشباب في العالم. It is the first time إن هذه هي أول مرة التي أشهد فيها رئيساً يخصص وقته كله ويركز على منتدى معني بالشباب. Sitting through every session, يجلس في كل جلسة من الجلسات ويداول ملاحظاته ويجذبنا في إلى حوار حقيقي. And that shows me, وهذا as a young person, that our voices matter and our issues matter. So I thank you. الجميع ولذلك فأنا أتوجه إليك بالشكر. I'd also like to thank كما أود أيضا أن أتوجه بالشكر a regional الكويت platform وهي منصة رائعة للغاية على ترشيحي للمشاركة في هذه التجربة الرائعة معكم جميعا. أنا بالفعل مفعمة بالطاقة والإلهام بشعور بالغرض الذي شفته بنصب عيني من الشباب كافة العالم. أنا سارة أبو شعر ويشرفني أن أتحدث معكم جميعا. أود في البداية بأن أقص عليكم قصة. وعندما كان عمري 7 أعوام وجدت نفسي أقف أمام رجل طويل يرتدي بدلة وأشهد طوله وبنيته الطويلة القوية ولم أفهم ماذا يفعل هذا الرجل، ولكنه قيل لي أنه رئيس دولة قوية للغاية، ولكن هذا لم يعني لي كثيرا أو لم أفهمه. وحينما كان عمري 7 أعوام ولكن ما أهمني كطفلة أن مركز القوة في العالم تحركت مني وذهبت إليه، حيث أن كل الناس الآن أصبحوا يركزون عليه. نظر إلي وقال: سيدتي الصغيرة، ما الذي تحبين أن تكوني حينما تكبرين؟ قلت معلنة: أود أن أكون رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية. وانتهى بي الأمر أني كنت أتحدث مع رئيس جورج بوش الأب. لم أكن لدي أدنى فكرة عما كنت أعنيه، ولم أكن أيضا أفهم أن سينتهي بي الأمر أنه بعد 7 أعوام انتهى بي الأمر إلى العمل في البيت الأبيض بعد 7 أعوام. ولكن حينما كان عمري 7 سنين كنت أنظر فقط إلى الوظيفة. حينما كنت أنظر إليه أجاب عليه الرئيس بوش: حسنا سيدتي الشابة، حينما كنت إذا ما كنت ما زلت حيا سأعطيك صوتي. والتفاصيل التي أحاطت بهذه اللحظة استمرت في ذاكرتي، ولكن هذه القصة بالفعل تدور في عقلي مرات ومرات، تمكنني أن أفكر بأفكار كبيرة وضخمة وأحلام ضخمة غير معاقبة بأي معوقات، حيث أنني شعرت أنني حينما كنت صغيرة يمكن أيضا أن أصبح مثلك. ولكن حينما بدأت أكبر وأدرك الحقيقة المحيطة بي في العالم، النزاعات والصراعات والتحديات، إذا هذا الطموح الذي انتابني خلال طفولتي كان أصبح عبارة عن رغبة عارمة وحقيقية أن أشارك في تغيير عالمي وأن أرسم وأشكل مستقبله. وأتذكر جيدا حينما كنت أتحدث مع جدتي عن أحلامي عن الحكومات والعمل من أجل السلام والتقدم، أجابت علي كانت بطريقة مختلفة. قالت: الله يستر، لقي لك حلم ثاني. الله يستر، ابحثي عن حلم آخر. Basically, God forbid,
find yourself another dream. Better not you end up in trouble for your حلم آخر حتى لا ينتهي بك الأمر في مشاكل بسبب أحلامك الكبيرة. وأعتقد أن كثير منا نحن الشباب بالفعل لديهم نسخة من هذه الجدة وهناك أيضا بعد هذه النسخة من اللغة التي تعني المستحيل. يقال لنا أن نحصر أحلامنا أحلاما صغيرة تناسب سياقنا. Young people to dream a little smaller, not just أن يحلموا أحلاما صغيرة ولكن بشكل غير مباشر ولكن من خلال الفرص المتاحة لهم حينما لا يتسنى لكثير منهم القدرة حتى أن يروا ويدركوا الإمكانات. إن الأخبار تجتذب انتباهنا بشأن المشاكل والنفط نفقد رؤيتنا لما هو أهم من أن نحقق ازدهارنا وسلامنا. إن شبابنا لا يقتصر فقط على النفط واحتياطات النفط إذا لم نتمكن من الإمساك بإمكانات. إن تعليمنا كشباب هي أهم أوجه الإنفاق في بلداننا من حيث ضد السلام بدلا من الاستثمار في أسلحة والحرب في بلداننا كلها. بل أيضا علينا أن نمكن المعنيين بحل المشاكل وبناء السلام في المستقبل. حينما أسترجع مع نفسي حياتي وما هي نقاط التحول تسنت لي الفرصة أن أحصل على تعليما قويا في الكويت حيثما كبرت التي مكنتني أيضا للالتحاق بجامعة هارفارد وأيضا مكنتني من أبني عالمي الخاص بي وأن أدفع بهذه الإمكانية لكثير من الشباب الآخرين. ودعونا ننظر إلى أبعد من التعليم. إن موضوع السلام هو عبارة عن تمكين وصوت كثير من الشباب في كافة أنحاء العالم بالفعل حريصين للمشاركة وبناء بلدانهم ورسم مستقبلهم. أنا من بين هؤلاء الشباب وأعرف أنكم أنتم أيضا تشاركوني نفس الرغبة. إلا أن هذه الرغبة تجد نفسها في موقف غريب وعجيب حيث أن الفرص المتاحة للشباب للمشاركة دائما تكون محدودة. وغالبا أجد نفسي أقف في مؤتمرات بشأن الشباب ومع ذلك فإن أصغر شخص يمثل صوت الشباب عمره 57 عاما. نعم في يوم من الأيام كان شابا ولكن منذ 30 عاما مضت. نحن نحتاج أن نوفر المساحة ونخلق المساحة التي تسمح للشباب للمشاركة في مستقبل إن بالفعل يحتل مكانة في قلوبهم وأن نبني العالم الذي سنعيش فيه. وهذا ينقلني إلى نقطة هامة للغاية. أنا بالفعل كنت سعيدة للغاية أن أجد في بداية هذا المنتدى مناقشات عن تمكين الشباب من ذوي الإعاقة. أن بالفعل نقتنع إمكاناتهم التي تمثلها الشباب. علينا أيضا أن نقتنس تنوع الشباب المتواجد بينهم. إذا ما كان لنا نبني مستقبلا ينفع لنا جميعا إذا علينا جميعا أن نعمل من أجل هذا المستقبل. حينما نعمل على رسم السياسات التي تؤثر على ذوي الإعاقة فإن الشباب من ذوي الإعاقة عليهم أن يكونوا من بين هؤلاء العناصر. حينما نتحدث عن قضايا أو سياسات تؤثر على الشباب فإن الشابات ينبغي أن تمثل على المائدة التي تعمل على هذا السياق أو في هذا الإطار. الناس الذين في موضع قادرين على فهم المشاكل هم أيضا في أفضل المواقع لإيجاد الحلول. إن دفع التقدم لن يقتصر كدورنا الحكومات فقط ولكن نحن بصفتنا شباب علينا أن نبادر وأن نحدث التغيير. وحينما ندرك ذلك سيكون هناك تحديات لكن التغير لن يقتصر على ليلة وضحاها بل إنه التزام طويل المدى على مدى حياة بأكملها. أينما تقوم لا تشعر بالإحباط. عليك أن تحلم أحلاما كبيرا وعليك أن تؤمن بما تقوم به وأن تعمل من خلال الإخفاقات والتحديات وأن تستمر في الإصرار حتى تحصد ما كنت تفعله. عليك أن تصر لما تؤمن به وعليك أن تعمل من أجله وصوبه كل يوم من الأيام. People be punished for praying to God in their own way. War has proven to us that all men lead.
blood is always red, whatever the color of their skin. If we don't learn to speak the language of love, then we will get sucked into the spiderweb of hate. I have a dream, like Martin Luther King Jr. once did, that one day all of us humans are able to join hands and unite and walk together as brothers and sisters. شكرا. هذه الفتاة وما وقفت من أجله، هذا هو ما دعاني أن أقف هنا. ومن أرض السلام أنا أصر وأصر على حلمي بتحقيق السلام، وأصر على ما تؤمن به. عليك أن تصر على ما تؤمن به وتعمل من أجله، وهذا ما قلته. نحن الشباب ممثلين ل 160 دولة وآلاف من الجهود، هذا بالفعل له قيمة على ما نصب إليه. عليك أن تصر على ما تعتقد فيه. العالم يحتاج الأحلام الكبيرة ويحتاج لأفعالنا وأعمالنا. شكرا. World Youth Forum under the auspices of His Excellency President عبد الفتاح السيسي. مساء الخير. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، فخامة الرئيس عمر بشير، رئيس السودان، الضيوف الكرام والشباب من سائر أنحاء العالم، يشرفني أن أتواجد معكم اليوم وأن تتاح لي فرصة أتحدث لكم جميعا. إنني مجد الماحي، وإنني مغربية إيطالية منذ عدة أيام مضت كنت أجلس هناك وأشعر بالفضول خلال احتفال الافتتاح لمنتدى شباب العالم، وأطرح على نفسي السؤال: هل هذا حقيقي؟ هل هذا واقع؟ الآن يمكن أن أجيب على هذا السؤال. نعم، إنه حقيقي. نحن جميعا نشعر بالوحدة في هذا اليوم، لأن هذه البلد الجميلة تؤمن بالقوة وإمكانات الشباب للتوصل إلى حلول، لأن كما ذكرت أن الاستثمار في الشباب بالفعل يعود بيؤتي أكله وثماره. نحن هنا 5000 شخصا من 160 دولة من خلفيات مختلفة وثقافات ولغات مختلفة، ولكننا نتعلم هنا ونتناقش مع بعضنا البعض ونشعر بالإلهام من خلال الضيوف الأجانب والدوليين. أقول إلى جميع زملائي إن هذه الفرصة السانحة المتفردة أود أن أقول لكم وأوصل لكم رسالة، وأن أركز على ما يلي: العالم الذي نعيش فيه اليوم تم رسمه من خلال الحالمين في الأمس. نحن علينا أن نحلم أحلاما كبيرة، إن تخيلاتنا يمكن أن تعكس فقط إمكاناتنا الضخمة. نحن بالفعل ولدنا مبتكرين. كل مجتمع ناجح يتم بناؤه من خلال مواطنيه، ومن ثم دعونا نعود مرة أخرى إلى بلداننا ونطلع بالمسؤولية وأن نقوم بأدوارنا. واليوم وليس غدا هو المستقبل الذي نتحدث عنه. وبعد مغادرتي من هذا المنتدى وبعد هذا الاستثمار الضخم والثقة التي أولتموه لنا، لن يتمكن من العودة إلى بلداننا أن نقف ساكنين، بل نحن الآن ملتزمون بنشر الرسائل التي تلقيناها وأن نكون مبعثا للإلهام كما شعرنا بالإلهام، أن نسعى جاهدين لتحقيق عالم أفضل. إن هذا المنتدى فتح العالم وآفاق العالم أمامنا. يمكن لنا الآن أن نصل ونبلغ عنان السماء ويكون لنا أثرا ليس فقط على مجتمعاتنا، بل أيضا على أناس يعيشون على بعد أميال وأميال. أنتم تجلسون الآن هنا لأنهم بالفعل رأوا شيئا مختصرا وخاصا فيكم، ولكننا الآن نحن لسنا شخصا واحدا لكننا 5000. إذا دعونا نقتنص الفرصة، نستخدم هذه المنصة وأن نتصل مع بعضنا البعض وبناء جسور السلام وأن تبادل الحلول الأفكار. دعونا نقوم بعملية التشبيك فيما بيننا.
هل تتخيلون كم عدد الناس الذين بذلوا قصارى جهدهم وما زالوا يبذلون قصارى جهدهم حتى يوفرون لنا هذه الفرصة السانحة؟ نيابة عن المشاركين في منتدى شباب العالم 2018، أود أن أتوجه بالشكر للمنظمين، المتطوعين، الأمن، سائقين الباصات والعاملين في الفنادق، كل شخص ساهم بطريقة أو بأخرى. نحن جميعا نشعر بالتقدير لجهودكم، ومرة أخرى أود أن أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر على أن يخرج هذا الحدث وهذه الفعالية إلى النور. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. World Youth Forum under the auspices of His Excellency President Abd al-Fattah al-Sisi. My name is Willard Mwasi Komani from Malawi. من ملاوي. My title is ومنصبي هو كوماني ذا الخامس. أتي من قبيلة في ملاوي. And I am also the king of this tribe. ملك هذه القبيلة وهي توجد في ملاوي وموزمبيق وتنزانيا وجنوب إفريقيا. I became the king of this tribe أصبحت at the age ملكا of 16, لهذه القبيلة 6 years ago. منذ 6 أعوام في عمر 16 عاما. I thank God وأشكر الله على هذا اليوم الرائع. Your Excellency, the President of Egypt, فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي. Your Excellency, the President فخامة of الرئيس Omar رئيس Bashir. السودان عمر البشير. All honorable guests here present. الشخصيات الموقرة. My fellow youth. الشباب. The World Youth Forum has provided a إن منتدى شباب العالم منح منصة حيث يمكن لشباب العالم وقادة العالم من خلال خلفيات مختلفة أن يتقاسموا المعرفة فيما يتعلق بكيفية دعم الاتحاد والحب لبعضنا البعض والسن. لقد أتاحت بيئة حيث يمكن للشباب أصبحوا في مركز الاهتمام والمناقشات وأعطيت لهم الفرصة لتبادل الأفكار والتعلم من القادة قادة العالم فيما يتعلق بتشكيل العالم من أجل تحسين سبل الحياة للجميع. إن أجندة هذا العام قد أظهرت هذا من مناقشات حول شبكات التواصل الاجتماعي وأثرها وكيف يمكن أن تؤدي إلى تغيير إيجابي والتنمية. تحدثنا إن التحدث عن أجندة 2063 الأفريقية التي نريدها أن تتحقق وسبل تحقيق هذه الأهداف في ملاوي التي تعرف بقلب الدافئ لأفريقيا. أعمل مع الحكومات والمنظمات المحلية والدولية والمواطنين في صياغة السياسات و عملية التنفيذ ورصد لتقديم أمة صامدة من أجل مستقبل أفضل لشعب ملاوي. اسمحوا لي فخامة الرئيس سعد ماكو أمثل. لدينا 11 صديقا، 10 منهم لديهم موارد ولكن الشخص الآخر لا يوجد لديه أي شيء. إن هؤلاء العشرة يساهمون نقديا لشراء 10 من الحلوى لكل منهم ويطلبون من صديقهم الحادي عشر أن يذهب إلى المحل لشراء هذه الحلوى. يقبل هذا بتواضع ويقوم بشراء الحلوى. حينما يعود لأصدقائه يعطي الحلوى لأصدقاء العشر، 10 لكل منهم ولكن لا يوجد لديه أي شيء. إن أصدقاء العشر يتفقون فيما بينهم أن يعطي كل منهم قطعة من الحلوى له. إن هذا الصديق الفقير لديه 10 قطع من الحلوى وكل من أصدقائه لديه 9 قطع من الحلوى. هذا مثال على عالم محب حيث أن الفقراء لا يعانون ولا ينظر إليهم كفقراء على الإطلاق.
A united world إن العالم المتحد حيث نعمل سويا مع محدودية الموارد لتنمية بعضنا البعض وتنمية العالم برمته. It has been a privilege كانت هذا كان فخر لي أن أكون عضوا بمنتدى شباب العام لأنني شاركت في العام الماضي في عام 2017 حينما وطأت قدمي هذا المدينة الرائعة أرض السلام. The youth are no longer just the leaders of tomorrow, as some of us knew while growing up, but rather the leaders of the present day and the future as well. Mr. President, فخامة الرئيس Egypt and Malawi إن مصر وملاوي لديهم علاقات طيبة وحينما ننظر إلى العمل الرائع Sisi الذي يقوم به فخامة الرئيس السيسي وحكومة وشعب مصر طوال الأربعة أعوام الفائتة في ملاوي من خلال سفير مصر السفير ماهر العدوي فإنني أعطيه وإنني أعطيه اللقب الملكي لقبيلتنا وهي كلمة باللغة الصواحلية تعني دعاء. وأعتقد أن العلاقة بين بلدينا ليس فقط العلاقة بين بلدينا ولكن العلاقة بين العالم بأسره والعالم كله حينما يتحد كعالم واحد. Your Excellency, as I conclude, فخامة الرئيس, with such initiatives, such as the World Youth Forum, I truly look forward to Your Excellency's chairmanship in the African Union next year. Thank you very much. God bless. Shukran. شكراً لكم على طيب المتابعة. شكراً. World Youth Forum, under the auspices of His Excellency, President Abd El Fattah Sisi. And gentlemen, مساء الخير سيداتي والسادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي Your Excellency President of Sudan Omar al-Bashir عمر البشير رئيس جمهورية السودان Honorable guests الضيوف الكرام above all my fellow youth على I hope all of you have had an amazing time in this city, Sharm el-Sheikh, getting to know your fellow attendees and the most important thing to gain knowledge from the forum. I am humbled and honored to have this once-in-a-lifetime opportunity to stand before such an inspiring and motivated group of individuals. Before I start, I would like to thank everyone who made this possible event as I cannot imagine the amount of time and preparation that it took to put this whole thing together. So thank you very much for this wonderful experience for all of us. My name is Apisarasa Sison. I am from Thailand, known as the land of smile. Because of our habitual friendliness and easygoing attitudes. In Thailand, we usually get gifted by our parents with incredibly long names. So we usually go by a nickname. My happens to be Mim, which means little bee. Anyone who has observed a bee will quickly realize, learn how amazing they are, and I have learned a lot about diligence, cooperation, and togetherness with them. I am firmly believe that it is these qualities that will help us shape a better society. As the youngest international coordinator in the Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce of Thailand, I learned that connecting with each other, building and sustaining cooperative and beneficial relations is paramount for a good working environment, business environment, and society overall. We have all come here because we have the desire to better our world in some way.
نعمل على تنمية مجتمعنا سواء في مكان العمل أو بلدتنا أو بلدنا أو على الصعيد الدولي. هذا المنتدى يجب أن يكون نموذجا لتطوير طريقة العمل. هو حوار مع شباب من سائر أحياء العالم يأتون مع بعضنا البعض لتبادل الآراء والنمو والازدهار. هي علاقتنا مع بعضنا البعض هي التي ستحدد ما يمكن أن يحدث في المستقبل. وإذا ما نحن كذلك كان مفاهيم الخاطئة والفقر سيؤدي هذا إلى On my way here, I experienced a grueling 7 hour layover in Cairo, where I was fortunate to meet a lot of inspiring people. I quickly learned just from those 7 hours that all of people attending this forum would be in my superior in some way, and I think it was humbling and inspiring realization for that. I have had the pleasure of meeting people from various professions since being here, mentors, entrepreneurs, engineers, professors, changemakers, and many more, which all from diverse cultural backgrounds. The amount of diversity and knowledge that is present here is both awe-inspiring and powerful. And with the power, we can do great things for our world, environment, and socially. All we need to do is to work together towards our goal. Tonight may mark the historic beginning to a movement of positive change that will take place in our each home countries as well as the whole world. And it all starts here now with us in Sharm el-Sheikh, the land of peace. Thank you very much. شكرا على طيب المتابعة. World Youth Forum under the auspices of His Excellency President عبد الفتاح السيسي. السلام عليكم. President Abdel Fattah al-Sisi. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ضيفك الموقر. فخامة الرئيس عمر البشير. Our deepest fear is not that we are inadequate. العميق أننا لسنا غير متساويين، ولكن الخوف أننا بالفعل مفعمين بقوة أكثر مما نتخيل. هذا العالم، هذه الكلمات كلمات نيلسون مانديلا. لا يوجد أي شخص يرتكب خطأ أكبر مما يمكن أن يرتكب شخص لا يقوم بأي شيء. اسمي كاثرين كونستانتينيس، أنا نشطة أفريقية فخورة بذلك، وأنا نشطة دولية في المناخ، وأيضا وأنا بنت تربة أفريقيا. فخامة الرئيس، لقد سافرنا من كافة أنحاء العالم حتى نجتمع مع بعضنا البعض هنا على مدار الأيام القليلة الماضية، ونشعر بالفخر لأن نتشارك في نفس المساحة مع 5000 شاب مفعمون بالطاقة والنشاط. لديهم أفكارهم المتنوعة، وبالفعل تحدينا بعضنا البعض وتحدينا المنظورات المختلفة، وكبرنا وتناقشنا وتداولنا، وبالفعل تعلمنا. The great challenge now lies in التحدي الأكبر الآن بالفعل يكمن أمامنا. نصب عيوننا حيث أننا نطلع بالمسؤولية أن نعود مرة أخرى إلى بلداننا، وأن بالفعل نشعر في التغيير بدون أي مكاتب فاخرة أو مسميات فاخرة، بل كل ما نحتاج إليه الشغف والإقناع، وأيضا أن نسعى دائبين نحو تحقيق العالم الذي نؤمن به.
هذا العالم بالفعل هو الذكرى المئوية لنيلسون مانديلا، وهي فرصة سانحة حتى نطرح أنفسنا سؤالا: ما هو الإرث الذي نود أن نتركه خلفنا؟ ما الذي نقوم به كل يوم بحيث يؤثر على حياة من يعيشون حولنا وحياة الناس الذين نخدمهم؟ ما هو الذي سنقوم به حتى نشعر بالملكية، وبدلا من أن نشير باللوم نحو القيادات التي بالفعل لم تخدمنا، كيف يمكن لنا أن نطلب المسؤولية وأن نطرح على أنفسنا سؤالا بصفتنا قيادات شابة: كيف يمكن لنا أن نتصرف حتى نمسك بزمام الأمور بالنسبة لمستقبلنا؟ كيف يمكن لنا أن نكون مواطنين نشطين أفضل ونخدم مجتمعاتنا المختلفة وبلداننا وأقاليمنا ومناطقنا والعالم برمته؟ ونحن الآن أصبحنا مجتمعا متصل بمعضنا البعض، ونتمكن من النفاذ إلى المعلومات بطريقة غير مسبوقة، ولدينا فرصة سانحة أن بالفعل نشكل ونرسم مستقبلنا. لقد أتيحت لي الفرصة هذا الأسبوع أن أتحدث عن موضوعات المناخ والمجالات الإنسانية، وأنا عرضت قصة خاصة ب ندرة المياه والأزمة التي حصلنا عليها في كيب تاون، وتعلمنا درسا قاسيا، ولكن كل ذلك يمكن أن يكون أمثلة بالنسبة لباقي المنطقة. تحدثت عن أمن المياه وأمن الغذاء بالإضافة إلى العدالة المناخية. حان الوقت الآن أن نسعى جاهدين لأن نرسم لأنفسنا مساحة ومكانة نعتبر منزلنا أو مكاننا أو وطننا، وأن نؤمن موارد المياه، وأيضا يضمن وأن يحرص على أن حقوق الإنسان تنتمي إلينا جميعا. دعونا نختار أن نلهم أنفسنا وغيرنا بالأمل، دعونا نبني النزاهة بحيث تصبح جزءا لا يتجزأ من مجتمعنا المرتبط. دعونا نرسي قواعد للقيادة الأخلاقية، ودعونا نتأكد ونحرص على أننا نطلع بالمسؤولية تجاه القيم التي ألهمنا بها بالفعل. إن في جنوب أفريقيا لدينا كلمة رائعة يطلق عليها أوبوتو، وهي عبارة عن كلمة من قبيلة الزولو تذكرنا أن بشرياتنا وإنسانياتنا بالفعل تنبع من بعضنا البعض، ونحن نعرف من خلال تعاطفنا وودنا الذي نراه في الآخرين. نحن جيلا يواجه أهم تحديات العالم، وهذه التحديات تواجه العالم كله في كافة ربوع العالم، بعضها الفقر والجوع وتغير المناخ واللاجئين والهجرة والبطالة وعدم النفاذ، وأيضا انتهاك حقوق الإنسان وعدم المساواة بين النوعين الجنسي، وأيضا عدم النفاذ وعدم الوصول إلى المياه الشرب والصرف الصحي. وحينما نتحدث عن أهداف التنمية المستدامة، ولكن الأهم من ذلك، أهم تحدي هو عبارة عن افتقارنا إلى الاحترام والتسامح. إن هذه التحديات تحديات، ولكننا يمكن لنا أن نرى فيها فرصتنا، فرصة حتى نكتب ونصيغ مستقبلنا الذي نفخر به، مستقبلا يجعلنا ندرك أن قوتنا تكمن في تنوعنا، وهذا هو الهدف والغرض الذي يجب أن نصب إليه. أناس مختلفين ولكن من رؤية مختلفة، علينا أن نفخر بما نحن عليه بهويتنا، وأن ندرك ونعترف بخلفيتنا، ولكن علينا أن نصمم ونرسم المستقبل الذي نود أن نبلغه جميعا، وعلينا نتحرك نحو هذا المستقبل مع بعضنا البعض، سواء كان ذلك من منظور الدولة أو من منظور المنطقة أو الإقليم. علينا أن نتأكد ونضمن أن نطلع بالمسؤولية تجاه الديناميكيات الخاصة بمنطقة كل منا وبلداننا، وحتى على مستوى القاعدة الشعبية، على مستوى المجتمعات. علينا أن نقف مع بعضنا البعض متكاتفين في هذا الأمر. وأقول إلى أخوتي وأخواتي الأفارقة وشباب هذه القارة التي نطلق عليها وطننا الأكبر، حان الوقت، وقتنا هو الآن.
We must own علينا أن نمسك بزمام الأمور وأن نمتلك حقيقة بأننا لن نتمكن من كتابة قصصنا وسردنا، ولكن علينا أن نمتلك إمكانية كتابة صياغة تاريخنا. زملائي الأعزاء، مشاركين في منتدى الشباب، المشاركين الذي قضوا الأيام القليلة الماضية، الأبطال الذين ننتظرهم يكمنوا في كل شخص منكم. القيادات لا يدرج فقط في كتب التاريخ، بل يعيشون بيننا. العالم ينتظر إسهاماتكم الضخمة. أنا أدعوكم أن تضيئوا شموع الآخرين، لأنكم ستذكرون سيتم ذكركم، لأنكم بإشعالكم شموع الآخرين لن يطفئ شموعكم. شكرا يا بونا. World Youth Forum, under the auspices of His Excellency, President Abdel Fattah al-Sisi. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وضيفه الكريم السيد الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، السيدات والسادة الحضور الكريم، من حزن فليستمع للأصوات الطيبة، فإن النفس إذا حزنت خمد منها نورها، وإذا سمعت ما يطربها اشتعل منها ما خمد، هكذا قال أفلاطون. كثيرون يتحدثون على أن الفن شعور وضياء، وأنه دوماً للنفس من الهم دواء. الفن لغة واحدة يفهمها جميع الشعوب، ومن هنا من منتدى شباب العالم نتواصل أيضاً بالفن، ولعل من أنواع الفنون التي تخترق النفوس والمشاعر هو الغناء، لأن الغناء بكلماته وموسيقاه غذاء للروح. إليكم الآن سيسترز أيوب، الأخوان أيوب سارة ولورا أيوب، يليهم الفنان المصري الشاب حسام حبيب. World Youth Forum, under the auspices of His Excellency, President Abdel Fattah al-Sisi.
Under the auspices of His Excellency, President Abdel Fattah al-Sisi. إن الشباب بحاجة دائما إلى التحفيز والتشجيع لتحقيق المزيد من التطور والنجاح. كما أن دعم الإبداع وصناعة النماذج الملهمة يعدى من أهم الوسائل التي تضمن للإنسانية بقاء تقدمها وازدهارها الحضاري. والآن فليتشرف إلى المنصة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للبدء في مراسم تكريم المتميزين من شباب العالم. من أسبانيا السيد غييرمو مارتينيز بدأ مشروعه بعد رحلة إلى كينيا، قرر بعدها على ضوء ما رأى من حالات إنسانية أن يقدم أطراف صناعية بتقنية ثلاثية الأبعاد لكل من لا يمتلك المصادر المادية الكافية. اليوم مشروع هيلب مي يقدم أذرع صناعية ثلاثية الأبعاد لجميع الفئات التي تحتاجها حول العالم. شينكونزو من زيمبابوي
هو رائد أعمال في مجال الإنترنت يبلغ من العمر 21 عاماً وهو زميل في برنامج القيادات الإفريقية الشابة. منظمة All Ladies League والمنتدى الاقتصادي النسائي WEF، هذان الكيانان من أهم الشبكات النسائية التي تستطيع أن تصل إلى نطاق واسع لمعظم السيدات حول العالم، وذلك بتمكين السيدات في مجالي القيادة وريادة الأعمال. شريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمعلومات في شركة لوجيسيال، وهي شركة برمجيات غنية متخصصة في ابتكار حلول تكنولوجية للدمج المالي للأشخاص غير المشمولين في النظام المالي. مثل مصر في العديد من المناسبات الدولية وحصل على العديد من الميداليات. الجدير بالذكر أن كان لهم العديد من العروض على مسرح شباب العالم في نسخته الأولى.
الأمريكي من نيجيريا أنشأت مؤسسة غير هادفة للربح تحمل اسمها لتحسين الحياة للفئات الأقل حظاً، وذلك من خلال العمل التطوعي والنسائي. هي أحد أعضاء حركة التطوع ون، وهي منظمة تضم أكثر من 9 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم. وهو مؤسس مبادرة Education 4.0، هو مشروع إبداعي للتعليم يستفيد من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في عالم التكنولوجيا من أجل تمكين الشباب وتدعيم قدراتهم المعرفية وإعدادهم لسوق العمل مستقبلا. مؤسس واير مايكرو سيستمز هي شركة برمجيات تهتم بشكل رئيسي بعمليات نظام التشغيل الداخلية وتصميم نظم الملفات ونظم استعادة البيانات في حالة الكوارث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لازم أرحب بفخامة الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان، لأن هو الحقيقة أصر على، رغم أن يعني البرنامج مزحوم جدا جدا في الوقت ده، لكن قال على أنا مش هيفوتني أبدا المشاركة حتى لو كان في الحفلة الختمية. فأنا برحب بيك فخامة الرئيس ومتشكرين، شكرا جزيلا. مش هنسى قبل ما أبدأ كلمتي أن أنا أوجه التحية والشكر لكل من ساهم في يعني خروج المنتدى بالشكل ده، بشكل جميل ورائع. فأنا بشكر كل من ساهم فيه، وكمان بشكر كمان أهل شرم الشيخ على الحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والجهد اللي اتعمل من جانبهم عشان يقدموا ما يمكن من ترحاب للضيوف المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، فخامة الرئيس عمر البشير، أبنائي وبناتي من شباب العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام اسم الله الذي نسعى إليه ونبحث عنه. أتحدث إليكم فخورا بهذا الجمع الكريم وهذه النخبة المتميزة من شباب العالم، ويزداد فخري بما مارستوه من حوار ونقاش
وتبادل للرؤى والعمل وفق أجندة فاعلة وموضوعية. وعلى مدار الأيام الماضية كانت فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثانية فرصة عظيمة لخلق حالة من الحوار الحضاري البناء لمحاور السلام والتنمية والإبداع. وجاءت الإرادة الحقيقية من اللجنة المنظمة ومن كل المشاركين على كافة المستويات لتحويل الحوار إلى توصيات وآليات تنفيذية تصل بنا إلى واقع ملموس، كما كان التنوع والثراء الحضاري للمشاركين نجاحاً إضافياً لهذا المنتدى الذي نهدف إلى تحويله إلى منصة كبرى للحوار الدولي بين شباب العالم. السيدات والسادة، لقد بدأت الفكرة والحلم في قلوب شباب مصر، وكان تشجيعها ودعمها من الدولة حتى تحولت إلى حقيقة نعيشها في هذه اللحظة، ولنا في هذا عبرة ودرس بأن أعظم النجاحات تبدأ بفكرة تتحول إلى حلم يتحقق بالإرادة والعزيمة. ولذلك فإنني أجدد نصيحتي إلى شباب مصر وشباب العالم بأن يجعلوا الإنسانية منهجهم والحلم سبيلهم والعمل بإخلاص وسيلتهم. وأدعو الله عز وجل بأن يهبنا القدرة على إنفاذ إرادة شبابنا وأحلامهم المشروعة، وألا نغفل أبداً عن آمالهم وتطلعاتهم المحفوفة بالمحبة والسلام. السيدات والسادة، إن مصر الممتدة جذورها في أعماق التاريخ وهبة الجغرافيا والتي تشكلت شخصيتها من عبقرية التنوع الحضاري والثقافي واستطاعت احتواء كل الحضارات حتى أصبحت الآن هي نقطة التلاقي القادرة على جمع الفرقاء وتجاوز الصراعات وإقرار السلام وتحقيق الاستقرار. ويسعى أبناؤها بإخلاص وتجرد للانطلاق نحو البناء والتنمية، ونعتمد في ذلك على حماس شبابنا وطموحهم المنحاز للخير والمحبة في ظل متغيرات إقليمية ودولية شديدة التعقيد فرضت على مصر وشعبها مواجهة حتمية مع الإرهاب والتطرف بالنيابة عن الإنسانية كلها. وتأتي فعاليات هذا المنتدى دليلاً عملياً على أن الحوار والنقاش هما السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الصراعات لإيجاد السبل والوسائل لتجاوز أخطاء الماضي وتحسين الأوضاع في الحاضر وبناء المستقبل. وكما راهنت أن مخرجات هذا المنتدى الذي جمع شباب العالم ووحد أحلامهم كانت عظيمة وواقعية، وكما عهدتكم يا شباب مصر والعالم بأن الدولة المصرية ستنحاز إليكم دائماً، فإنني قررت الآتي: أولاً، إعلان مدينة أسوان المصرية عاصمة للشباب الإفريقي للعام 2019. إعلان مدينة أسوان المصرية عاصمة للشباب الإفريقي للعام 2019 على أن يتم خلال هذا العام انطلاق ملتقى الشباب العربي والإفريقي بها لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية. ثانياً، إقرار الدولة المصرية إعلان شرم الشيخ للتكامل العربي
الإفريقي الناتج عن نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية واعتماده كوثيقة رسمية تتقدم بها مصر من خلال وزارة الخارجية لدى جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي. ثالثاً، تكليف الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لوضع آليات تنفيذية لتدريب الشباب العربي والإفريقي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الإفريقي على القيادة. رابعاً، تبني الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لإقرار مبدأ أن الحفاظ على الحياة ومكافحة الإرهاب وآثاره المباشرة والجانبية كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الشباب المشاركين في المنتدى من كل دول العالم ومؤسسات الدولة المصرية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الإرهاب في العالم. خامساً، تشكيل مجموعة بحثية متخصصة تحت إشراف إدارة المنتدى لدراسة الإيجابيات والسلبيات الناجمة عن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي، على أن تضع هذه المجموعة تصوراً شاملاً وآليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي ثقافياً ومعرفياً وعلمياً وتقليل التأثير السلبي لها. سادساً، قيام أجهزة الدولة المصرية بالتنسيق مع إدارة المنتدى في تنفيذ حملة داعية على كافة المستويات السياسية والإعلامية إقليمياً ودولياً لتوعية الرأي العام والشباب بخطورة قضية الأمن المائي ووضعها على أجندة المجتمع الدولي. سابعاً، إطلاق مبادرة دولية لتدريب 10,000 شاب مصري وإفريقي كمطوري ألعاب وتطبيقات إلكترونية خلال 3 سنوات القادمة، بالإضافة إلى دعم إنشاء 100 شركة متخصصة في هذه المجالات بمصر وإفريقيا. ثامناً، توجيه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية للعمل على إنشاء مركز إقليمي لريادة الأعمال بمصر لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة. تاسعاً، تشكيل لجنة لإدارة النصب التذكاري لإحياء الإنسانية بمدينة شرم الشيخ، يكون من ضمن أعضائها النحاتين المشاركين في إقامته، على أن يتحول هذا النصب إلى مؤسسة دولية تهدف إلى الحفاظ على مبادئ الإنسانية وتقديم الدعم لضحايا العنف والإرهاب. عاشراً، تكليف مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تشمل وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والأجهزة المعنية بالدولة، تكون مهمتها إعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. داخل جمهورية مصر العربية من خلال الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة وإجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة تمهيداً لعرضه على البرلمان. الحضور الكريم، أبناء الشباب، إن البشرية التي تواجه تحديات جسيمة أبرزها انتشار الصراع والصدام، وهذا العالم الذي يبحث عن إنسانيته المنهكة بفعل انتشار الفقر والجهل والمرض، إنما يبحثان عن أمل في غد أفضل
ويوم أروع. إن غايتنا المشتركة هي أن نجعل هذا العالم ينعم بالسلام، فتتعالى ضحكات أطفاله وتأمن نساءه وتحمس شبابه بالعمل والمعرفة، وأن تتحلى البشرية بصفات العدالة ويسكن الاستقرار في ربيع هذا الكون. وبكل الصدق والتجرد علينا أن ننحاز مخلصين لأحلام شبابنا، باذلين من أجل ذلك كل الجهد، وأن نضمن أن تظل قدرتهم على الحلم فاعلة، وأن نصيغ للأبناء والأحفاد صفحات مشرقة في كتاب الغد كتبت بمداد من الحب والتسامح، والأخاء يقرؤونها آمنين مطمئنين. إن الله الذي أسكن الحياة في قلوبنا قد قرنها بالسلام، لذا فإن الحفاظ على هذه الحياة هي غاية الله والسبيل إلى السلام. تحيا كل شعوب العالم في سلام، تحيا البشرية في تقدم وازدهار، يحيا شباب العالم بالعمل والإخلاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. بيحبوك وينسوك جاي منين؟